عسير مرحبا بكم ناس الكل. شبيك تغزل لي كالعادة كما قلت لكم الإيكوليز بتاع زويزة دوما اللي فاتقينها الدنيا في دوبل فاس تعودين بيها دي وحده. أما أثناء مبعضها مرحبا بك يا كريم. مرحبا بك سند ومرحبا بالمتفرجين والمستمعين الديوانة فيهم بس في قصير كل بسام مرحبا بكم خويا. مرحبا بس في قصير كل ومع سند عايشك دون كما العادة كريم. تعال خلينا نجيب حداك بزفت في البحر دور وانت تحكي قاعدين على موبيلات خويا. شنو هي الحكايه بتاع الموبيلات هذي؟ صح نقولوا ما حتىو موجودين في السين ريبيتيسيون بتاع الجماعه. بعد شويه ان شاء الله العرض نتاعهم الليله اللي مازال ما قصش يخلط يقص باش يتفرج في برشا 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 ضحك الليله. اما قولوا لي الاولاد شنو حكايه الموبيلات؟ سربريز عندنا خويا. سربريز عندنا بعد في وسط الحكايه. في وسط الحكايه فما برشا مفاجئ باش يحرقوها الموبيلات في العالم. برشا سربريز سربريز هذه استغرب معناها سبيسيال سفيخ نتاع بس ايوا مش يموت ولا لا مش يموت شيمو دونك هذا سكوب مش يموت خاصك موت شي ان شاء الله عرض سبيسيال مع سفيخسين مهرجان كبير فرحانين احنا في الوسط الثاني ومش كانوا حدنا رقم خدامه اللي حاضر في الكريزي اكيد الكل الكل الكيب كل الكيب المهرجان الكل ديجا قاعدين عندنا لي دانسور عندنا لي تكنيك اللوميير الكل يعطيهم الف صحه. اما فيت في الاولاد نحب نحكيوا على دوبل فاس شنو هو جديد؟ متعودين وحدك وانت متعود في جروب اخر كنا تفرجنا فيك في ملا عيله وكان عروض محلاها محلاها على الاخر تو ما بعرفكم شو يستنى فيهم سبيسيال. والله كالعاده خدمه معناها مسرحيه ما تشبهش لا ماهوش موجود لا للملا عيله حاجه اخرى ديو معناها مش متعودين في تونس باللي ديو في ستاند اب وفي الله تبدا معناها القلوب صافيه كي نبداو كنخدموا متفاهمين والكل تمشي الامور الحمد لله يا ربي. حتى اللي جاوا تفرجوا في دوبل فاس الاراء الكل كانت الحمد لله ايجابيه وراه حاجات جدد بالله الموتور حاجتنا بها هنا الموتور زاد اخرج اخرج ماشي لوتيل ماشي لوتيل ماشي لوتيل ديما كيف يا اخي ماشي احنا ونهزوا عنده بيه ماشي كمل ان شاء الله باش يتعدى عرض مزيان وان شاء الله باش نعمل الجمعه السبتيه وبوسه بوسه كبير هو بريس كومبلي اللي يحب يخلط يتفرج مازال فما تساكت يجي يتفرج اليوم العشره تاع الليل بس ان شاء الله قلنا حاجه اخويا قلنا حاجه الجماعه شوش كلهم حاجه هما باش يجوا يتفرجوا ولا شوف فما كل خير قدر تربي احنا من فلموش احنا خويا احنا تجيو تعملوا بقدر تربي جو هكا ما نحبش كل تيجي وتعملوا باش تجيو باش تعملوا جو باش اكيد باش تعملوا جو باش تضحكوا ياسر شنوها اليوم شنوها كالعاده في صفاقس جمهور عالمي دخل سبيسيال دونك الدخله سبيسيال لسفيقس باش يعرفوا سبيسيال ما عملتش في حتى عرض واحد هذه اول مره اول مره اليوم في سفيقس تعمل حاجه حلوه برشا فما جوازهم جوج من الحشيشه اكيد اكيد كل شيء خويا امورنا واضحه اليوم باش نعمل سبكتاكل ان شاء الله يفتح ونتقابلوا من بعد 10 نتاع الليل باش تجي انت سند تو انت تعرف ما فلت حد كيف ما يخلط حد مرحبا بك سند ونعمل الجو ميرسي ديوانا فيهم بالحق مش لغه خاطر ديوانا فيهم في اي تظاهره في صفاقس اللي ذاع لنا في صفاقس بالحق الاذاعه هذايا قاعده تخدم في صفاقس بطريقه باهيه برشا ومن اللي تخدموا الاولاد السند بوسه كبيره للخدام نتاع سنكوح سنكوح ما داش يعطيكم الصحه الاولاد ميرسي بوكو بون كوراج واكيد عرض ايش عاد مزيان برشا ان شاء الله عليكم بالتاع ميرسي عايشك بعد العرض نتقابل ان شاء الله دونك كيما قالوا لكم ليله عرض حلو برشا عرض مزيان على الاخر تنجموا تجيو تتفرجوا تنجموا تجيو تضحكوا معناها كي تحب تضحك نقولوا كريم وبسام ما عندكمش حل اخر باش تعملوا برشا ضحك وبرشا جو. حامد بلا وريه سي حامد هذا سي حامد المخيز غيوم تاع الجماعه قال لي بريس كومبلي بالحق ان شاء الله يا خويا بريس نزلوا بيك احنا كنت نتذكر في سي عفرا في ماهوش موجود عملنا ريكورد في مهرجان فيه عميل تذكرت ولا عملناه وتعملناه عملنا ريكورد ديما فيك لي ريكورد كسروا ديما لي ريكورد وبيحاول الناس يفتحوا فيهم بها حتى اول الافون بريمير نتاع دوبل فاز كان يفتح اول عرض في الصيف هنا هي اليوم اول ده مشكله حامد فما جماعه تو يتفرجوا تو ما كملوش قصوا اموره
عامل زي سهل نعاودو شخصي عامل زي ميسير نعاودو ربي مال ميرسي ديمانك عايشك حامد ميرسي بوكو برشا جو بالحق يستنى فيكم احنا كالعاده سامي فالتحد كل نهار نحاولوا نعيشوكم لي كوليس نتاع الاستاغ اللي مش يكونوا حاضرين في مهرجان الفاخر ما تنساوش انا وسناء عندنا عروض اخرى مزيانه على الاخر نحكيوا على امينه فاخر مش امينه فاخر لا غلط تعب امينه فاخر مش كنا حاضره فما سولكينغ زاد سولكينغ اقوى عرض تقدمونا ديجا كفي بليان باش تفرجوا تجيو لهنا سولكينغ من اقوى زاد العروض مشكم زاد في الفاخر عندنا زياره زاد كل عام نطلبوها ونعاودوا نطلبوها زاد في الفاخر كجماعة نتاع رومانسية زاد عندهم وائل جساري نجم يجيو يتفرجوا فيه عندنا برشا عندنا المحفل عندنا الفنانين الصفاقسية عندنا زاد كافون عندنا شاب بشير عندنا أرمس سناء مش شنعوا في مهرجان الصفاقس واللي يحبوا زاد الضحك أبار اللي برشا ضحك اليوم في كريم وبسام دوبلو فاس عندنا زاد رتل عبدلي تنجموا تجيو تفرجوا فيه عندنا زاد بيك بوسة وجيه الجندوبي عندنا برشا عروض حلوة على الآخر في مهرجان الصفاقس تنجموا تتابعوا كل عشية إن شاء الله ولا كل ليلة كيكسوا قبل العرض ولا بعد العرض نحاولوا نعيشوكم لي كوليس نتاع العروض كلنا اخر حاجه نقول لكم اللي مازال ما قصش شنو يستنى راهو برشا ضحك نتفرج فيها المسرحيه راهو كي نقول لكم على ضمان في ضحك بالدموع ملي تبدا لين توفى دونك الناس الكل اللي تفرجوا فيها توا ما تنساوش تو سويت تمشي وتلقاو في ليغيشي الكل موجودين لهنا في بحدا المسرح سينو لي غون سيرفاس الكل تلقاو فيهم لي تيكي اليوم ان شاء الله كريم وبسام دوبل فاس نتقابلوا ان شاء الله العاشره نتاع الليل في المسرح الصيفي هاتوت لحظه برك قبل لا توت لحظه خويا ايش نعمل دورك نسلموا على الجماعه لهنا الاولاد ربي يعينكم مش انتم اون ديريكت او فيديو انا فاهم السلام عليكم برشا عسلامه نشكروا برشا جماعه التنظيم يعطيهم الصحه ياخذ وقت من السته من السته ولا ساعه نتاع العشيه مذاكر وياخذ مع رواحهم ربي يعينكم ان شاء الله دونك هذايا تنظيم محلاه على الاخر نسلموا سي وليد مرحبا سي وليد شنو حوالي تعب ولا في ربي يعينك ان شاء الله ميرسي بوكو ما نساهمش بيان سور جهود الخفيه هذوما لجنه التنظيم يخدموا في خدمه كبيره على الاخر باش انتم تجيو العشره نتاع الليل وتلقاو كل شيء حاضر لهنا وتتفرجوا بكسوا في المسرحيه لهنا ولا في العروض الجايه الكل نتاع فيستيفال سباح دونك رونديفو العشره الليله وفي بقيه العروض الكل مش نلقاو ستريمينغ لايف ديوانا فاهم مش تعديكم العروض الكل اون ستريمينغ لايف تلقاو زاد انترفيو الحصريه ديوانا فاهم وتلقاو زاد الكوليز دونك تابعونا على الباج نتاعنا ديوانا فاهم ولا تسمونا زاد على www.diwanafahm.net ولا 99.1 ولا على 91.2 يلا نتقابلوا العشرة تحليل